أناب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لحضور الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة. قد رفع سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص وبحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالبشر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف الرفيع. أشاد سعادته في هذا السياق بالجهود المتميزة التي يقوم بها سمو ولي العهد وبحرصه الدؤوب على النهوض بهذا الملف وبإحراز مكانة دولية متقدمة تعزز من مكانة البحرين عالميا في هذا الشأن. أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن بالغ شكره وتقديره إلى فريق الركن معالي وزير الداخلية على الدعم والمساندة التي تلقاها إدارات ومديريات الوزارة، منوها بالاهتمام الذي يوليه معالي وزير الداخلية وبحرصه على زيادة قدرة وفعالية الأداء الشرطي مما أسهم في تحقيق الوزارة للعديد من النجاحات والإنجازات على الصعيد المحلي والدولي. وأشار سعادة رئيس الأمن العام إلى أن ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص جاء نتاج عمل لأكثر من 11 عاما تمثل في إصدار معالي وزير الداخلية قرارا بإنشاء شعبة الاتجار بالبشر في عام 2007 لتقوم بدورها في تلقي البلاغات ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص ومن ثم اتخاذ الإجراءات جمع الاستدلالات وإحالة أوراق القضايا للنيابة العامة وتنفيذ برامج وحملات تثقيفية وتوعوية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أولت الأكاديمية الملكية للشرطة منذ حوالي 10 سنوات وحتى يومنا هذا اهتماما بتوعية العاملين في إدارات وزارة الداخلية من ضباط وأفراد من خلال تنظيم الدورات وورش العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وعددا من المراكز والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة حول الإجراءات الأمنية والقانونية عند مباشرة قضايا الاتجار بالأشخاص. كما قامت الإدارة بإنشاء نظام آلي لحفظ المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي تنظمها شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لطلبة المدارس والجامعات في هذا الخصوص، معربا عن شكره وتقديره للعاملين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومن بينهم منتسبو إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأداب العامة وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومن بينهم إدارة البحث والمتابعة الأمنية من ضباط وأفراد على ما يقومون به من جهود مكملة في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أثبتوا كفاءة وإخلاصا في كثير من القضايا التي شهدتها الفترة الماضية وتطلبت مضاعفة الجهد والعمل المتواصل والمرهون بالالتزام بالقانون، مثمنا انضباطهم المهني وعملهم المستمر على مدار الساعة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والحد من الظواهر السلبية. ونوه سعادة رئيس الأمن العام إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الفعاليات، حيث أننا اليوم نسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية إلى الضحية وإنصافها، وذلك من خلال توعيتها بحقوقها القانونية وتوفير الرعاية الطبية وإيداعها في دور الرعاية أو مراكز الإيواء. وخلال الحفل ألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه الدائم لجهود الإدارة في مكافحة الجريمة عموما وجريمة الاتجار بالأشخاص خصوصا. وأشار إلى أن التصنيف العالي الذي حققته المملكة يأتي تتويجا لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية. وقد طلع سعادة رئيس الأمن العام على إيجاز تضمن سبل تطوير مهارات وقدرات العاملين ونشر الثقافة المجتمعية اللازمة بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها في التعامل مع القضايا والبلاغات. وفي ختام الحفل قام سعادة رئيس الأمن العام بتكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تقديرا لجهودهم وعطائهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن. عطاء استمر لأكثر من 11 عاما لبناء مجتمع خال من الاتجار بالبشر. فقد عملت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على حماية حقوق الإنسان من أي خطر يهدد مقوماته الأساسية في المجتمع.
قوم إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتلقي جميع البلاغات والشكاوي الخاصة بالاتجار بالأشخاص، وفور تلقي البلاغ يتم إرسال دورية مباشرة إلى الموقع مصحوبا بالشرطة النسائية إذا تطلب البلاغ ذلك للتأكد من صحة البلاغ، ثم يتم تخليص الضحية ونقلها إلى الإدارة على وجه السرعة، وتتم معاينة مسرح الجريمة واستدعاء طاقم مسرح الجريمة إذا تطلب البلاغ ذلك. تقدم المستلزمات الضرورية للضحية ووسيلة اتصال للاتصال بأهلها وطمأنتهم على صحتها. يتم الاتصال بسفارة الضحية وإبلاغهم أن من تمكن الشرطة من الوصول إليها وتخليصها. يستعان بأحد مندوبي السفارة لأعمال الترجمة وطمأنة الضحية. يتم تدوين محضر تفصيلي للضحية بدءا من تعرفها على المتهمين في بلادها إلى وقت تقديمها للبلاغ، والتركيز وبشكل خاص على نوع إساءة الاستغلال الذي تعرضت له الضحية والإيذاء البدني والنفسي الذي مورس عليها. يتم إيداع الضحية في مركز إيواء ضحايا الإتجار البشر التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. يتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث وتحري تعرف أو للوصول إلى بقية الضحايا والمتهمين، ويتم تدوين محضرهم بالتفصيل. تتلقى إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة جميع البلاغات والشكاوي التي ترد عليها عن طريق الخط الساخن للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على الرقم 1771888، والإدارة تتعامل مع هذه البلاغات بسرية تامة وبأعلى احترافية. جهود جبارة تبذلها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر بالمملكة، وهذا ما يجعلها رائدة بالمنطقة لتحقيق الهدف المرجو لمجتمع خال من الإتجار بالبشر.